السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي لكم وصفة بسيطة وسهلة بالبزاف وبنينة تاني، وتحضيرها بالخف يعني خفيف ظريف. هنا عندنا بطاطا، يعني انتي وحسب العائلة اللي عندك. يعني درتها في الماء سخون، يعني سلقتها بقشورها، يعني بعد ما غسلتها كامل سلقتها بشوية ملح، كي طابت نحيتها وقشرتها وخليتها تبرد بطبع. من بعد واش نديرو؟ نكرفجو كامل البطاطا تاعنا بالخشين، نضيفو شويه معدنوس، نضيفو الملح، نضيفو سنيناتو سكرفجناها، نضيفو فلفل اسود، ونضيفو حوالي 3 حبات بيض، يعني ضيفي غير بشويه حتى يتخلط لك الخليط تاعك، وخلطي يعني ما ديريش على مره. وزوج ملاعق تاع الحليب، نضيفو 3 ملاعق فرينه، وتخلطي الطبع على الخليط يعني يكون سائل نوعا ما. كنت حضرت الحشوه تاعي، عندي لافيون داشي اي اللحم المفروم تاعي، زدت له شويه بصل، زدت له شويه زيتون، زدت له قطعه تاع فلفل حلو قطعتهم شرائح رقيقه، وشويه ملح شويه فلفل كحل، وقليناهم بلا عقل في المقله حتى طابونا، يعني هذا معروف. من بعد عندنا السليوه تاعنا، كنت درت لها ورق الطهي اي ولا بابي انيمونيوم. اذا ما عندكش ورق الطهي ديري انيمونيوم، راح ما يلصقلكش. انا الانيمونيوم تاعي طيبت وسيت ودهنته كامل بالزبده، ونفرش عليه الخليط ديالي. من بعد ما فرشت البطاطا تاعي في السنيوه، كنت سخنت الفرن، الفوغ ندخلها طيب حوالي 20 دقيقه، طيب من تحتها وطيب من الفوق، ونعسوها باش ما تنحرقناش. من بعد ما طابت لنا البطاطا تاعنا اي الغوري ديالنا طابت لنا بطبع، نحيناها من بابي انيمونيوم. يعني من الاحسن يعني ديري في البابي تاع الطهي يكون لك افضل، وخاصه اللي عمرها ما دارتو. انا راح ندير من الفوق قطع تاع الجبن كامل، وندير اللحم المفروم ديالي اللي طيبته. دهنا كامل البطاطا تاعنا بالفخوماج، من بعد نديروا لها لافيون داشي كامل من الفوق اللي طيبناه، يعني ونسقموه بطبع. واش عندك ديري؟ تحب اذا عندك صدر قطع تاع صدر الدجاج الصغيره بامكانك تضيفه، اذا عندك لحم بامكانك تضيفه، اذا ما عندكش كامل ديري الجبن ثاني راح يجي ملاح. انا نكمل ندير كامل هاد لافيون داشي. درت لافيون داشي كامل على السطح فوق البطاطا تاعنا اي الغولي تاعنا، ونبداو ندورو غير بشويه، يعني كيما راكي تشوفي هاكا دوري. من بعد نحي، بعد زيدي دوري، من بعد نحي، هنا كيما راكي تشوفي رولينا كامل الغولي تاعنا تاع البطاطا. نعاود نردوه الالمنيوم، يعني نغلقوه، نلويه بطبع يعني زيري عليه، يعني كيما راهو هذا، يعني خليه مدة، خليه 11 دقائق ربع ساعة ما بيد ما توجدي، يعني تحطي تباسة كامل يعني باش يقعد الشكل تاعو محكوم. يعني دوك نقسمو ونقدمه لكم. الشكل النهائي تاع البطاطا تاعنا اي الغولي محشي بلا فيون داشي جا بطبع الله يبارك، كيما راكو تشوفوا كيفاش غولي جا هايل من طب بطبع تاني، وريحتو رائعه تاني. واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش الاشتراك في القناه. صحه فطوركم، سلام.